احيانا لما تيجي تلعب جيم في الترسانه وبتموت، على الاقل مثلا دخلت فايت مع ناس قتلت واحد او اتنين او تلاته وفي الصراع فانت مت، يمكن يكون لاسباب بقى تجهيزك اقل من الشخص اللي قتلك، ايا كان السبب، لكن انك تبقى ماشي كويس جدا في الجيم وما تموتش لكن الوقت هو اللي يروح عليك، هي دي بقى الحسره اللي بجد.
ترجمة